مقبلين ان شاء الله تمشيو للاب بقرار ديال المحكمه. الاحساس ديالك في الموضوع كيفاش كتشوف؟ والاحساس ديالي لا يوصف، الحمد لله غنتمكنوا باش نشوفوا الوالد ديالنا وندخلوا عنده ونزوروه، ولا كانت خاصه شي حاجه راه غنجيبوها ليه. كان عندك مشكل كبير انت مع الاب في شي مبلغ ديال 400 مليون تختلسات ليه من طرفك، شنو الجواب ديالك انت عيصه؟ 400 مليون الا ديتها غدا امام الله ما يسمحوش ليا. عمرك كان عندك مع شي نقاش؟ عمرو ما كان عندي مع شي نقاش، كيكونوا بعض الشناءان بعض فهمتيني مره ولكن عادي على الخدمه صافي هادشي اللي كاين. ما كنتيش شي مره غادي تحرقوا بليسانس بواك انت؟ نعط الله عليه. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى، لازلنا في الموضوع اللي عدد كبير من المغاربه كيتبعوه، بوشعيب الملياردير مول الكيران. مشاهدينا الكرام لتنوير الراي العام اكثر في الموضوع واحتراما لعدد من المتتبعين اللي ما تبعوش هذه القصه، الفيديو الاول تناولناه مع عصام. عصام هو ولد بوشعيب الملياردير مول الكيران اللي ما شافش الاب ديالو من 2019. مشاهدينا الكرام اعطانا القصه، اعطانا الموضوع، اعطانا تكلم لينا على الزوجة الأولى اللي هي الأم ديالو والزوجة الثانية والزوجة الثالثة، موضوع النقاش. مشاهدينا الكرام في الفيديو الثاني تناولناه مع فؤاد. فؤاد كان عنده عنوان وشاهد شاهد من أهلها. فؤاد هو ابن الزوجة الثالثة اللي هي معها أبو شعيب، اللي عنده مجموعة من نقاط درجها مع الرأي العام فيها علامات استفهام. مشاهدينا الكرام من بعد تناولنا لقاء تواصلي بين الإخوة في الفيديو الرابع، شفنا العمة اللي هي الأخت ديال بشعيب اللي روات معانا شكون هو بشعيب، كيفاش كبر، كيفاش دار التجارة. عطتنا مجموعة من النقاط في الملف وكانت مستجدات كذلك. مشاهدينا الكرام احنا الآن في الجزء الخامس في مستجدات جديدة في الموضوع وفيها بعض الخطوات اللي غادي يمشيو عند الاب ديالهم بقرار ديال المحكمه. تبعوا معايا. عصام ما تناولتش معك القصه من الفيديو الاول، دوزنا الجزء الثاني الثالث الرابع. الا كان ممكن السؤال الاول، هو الاب ديالك مرض وتغيرت عنده الامور لما هو أسوأ، هذا قضاء وقدر، المرض من 2018 هي فاش الملك ديالو قلتي كلها تحولات لاسم الزوجه الثالثه والواحد في الابناء ديال الزوجه الثالثه اللي منشق عليهم هو فؤاد. غادي تناقش معايا شنو اللي وقع في 2018 وغادي نمشي معاك الامور اخرى. السلام عليكم. الاب ديالي انا كان مرض في شهر 1 2018، كان مرض بالزهايمر ومرض ديال بروستات. كنا دخلنا الكلينيك فاش دخلت تماك الكلينيك دار العملية تماك، خرجت لقيت مع مرت الأب ديالي الثالثة، شدتني في يدي قالت لي عصام هاد الأملاك وهاد الورش هادشي ديال هاد الممتلكات ديال الأب ديالك راه اللي دا شي حاجة راه مديها العافية، وهادشي ديال اليتامى راه غدا أمام الله ما نسمحوش ليه بهاد الكلام كتقول فيه، راه إلا كانت كتفرج راه كت هاد الكلام قالتو هي راه تسمعوا. واخا شكون هما هاد اليتامى؟ ما كاينش، حنا كاملين كبار، ما كاينش حنا الدراري صغار عندنا. باك باقي 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 عايش باقي عايش. فين هما اليتامى؟ ما كاينش. وهي كتقول فيها بهذه اللغه. انا استغربت فيها في 2018 نيت شهر 10 مسكين الراجل الاب ديالي، انا زاد مرض ديال الزهايمر زاد شد فيه مزيان، مشينا دينا درنا باش غنديروا عليه تحجير باش نشوفوا شي واحد اللي غادي يسير في هاد الممتلكات ديالو. دفعنا للمحكمه في المحكمة ديال الأسرة، شدات هي قالت لك لا هذا الراجل أنا ديالي وهاد الممتلكات ديالو وأنا اللي غادي نقوم بها بالتسيير ديالها. حنا دفعنا ديك الساعة للمحكمة، خرجات ولادها هما اللي شادين، هما اللي كيشدوا الروسيطة الحسابات ديال الحافلة ديال الحافلات، هما اللي شادين كلشي هي وياهم. في 2019 جاء الحكم ديال المحكمة ديال الأسرة نيس بأن الأب ديالي مريض من 2019 شهر 5 مرض الخرف. استنفت النيابة العامة، مشينا لمحكمة الاستئناف. الاستئناف هي حكمت بأن الأب ديالي ما مريضش في 2019، مريض 2018 شهر 1 هو باش مريض.
جينا ثاني كنتفاجئوا بان الاب ديالي هو دير النقد، الاب ديالي مريض هو دير النقد، هي والاولاد ديالها دول اللي مسيرين. قالك لا باهم باقي صحيح بعقله، ما مريض ما والو. مشينا كنتفاجئوا ثاني حتى كنشوفوا التزويرات على شي وراق كيهزوا الاب ديالي كيمشيو زوروا وكاله، هي ولا الام ديالو هي دارت وكاله هو داير وكاله. كانت واحد السياره ديال الاب ديالي دوز الام ديال من يعني بغيتي تقول يعني بغيت تقول لي الزوجه الثالثه هي ولدها، هي ولدها واحد السياره فخمه دارتها دار الدري في سميتو، وفي نفس الوقت حولها دب وكتب ليه، وفي نفس الوقت حولها في الاسم ديال الام ديالو ولا الاسم ديالو. ما كاين باش شويه كنتفاجئوا ثاني راه واحد الارض في السباته في واد الذهب مشابعه هو والام ديالو، حاضره الام ديالو خدا 240 40 مليون نوار و200 مليون خداها الشيك عطاها الام ديالو دفعتها في الكونت ديالها ديال هذاك السيد مول الارض، داك اللي السيد اللي شرى الارض ماشي مول الارض، هي الارض باقا الان خاويه ولكن شاريها هو. جينا ثاني كنتفاجئوا ثاني دوز واحد الدار كاينه في البرنوصي في سميتو هو، ودوز واحد الدار ثاني اخرى في فنيدق كتشوف في البحر. وهاد العمليات كيديرهم كاين مع واحد مع شي دراري خدامين معاه في المحطه كيديهم كيشهدوا بان الاب ديالو بعقله. منهم واحد خينا راه كاع تهلاو فيه مخداو لي كاع دار بارطمان، هذا اللي كيمشي يشهد وكيجيب لهم خدام معاهم. جينا قلنا اللهم هذا منكر، اش هادشي اللي كديروا فيه ماشي معقول. ثاني حبسوا معانا تخاصمنا كما كنتخاصموا كنمشيو للكوميساريات كنمشيو للدارك هو بدون جدوى. هنا غادي نقدر نقرب معاك في سؤال اخير في هادشي ديال اش وقع في 2018، جاوبني على شكل نقط. هضر لي على هاد الملكات كلهم اللي كان كيسيرهم بشعيب وما بقاش كيسيرهم، وهضر لي على داكشي اللي تباع. قلتي لي الارض، قلتي لي الطوموبيل، دوي لي على الكيران شحال تباعوا؟ خمسة الكيران، خمسة الحافلات. نعطيك الارقام ديالهم اللي باعهم. وباع الارض دوز الديور جوج ديالهم في الممتلكة ديالو بحسابات ديال الحافلات، والو ما كاينش، كلشي كيشدهم كياخذهم هما ما كاينش. كانوا شي ثلاثه الكيران تابعين، ثلاثه الكيران كانوا في الكريدي والو ما كيخلصش لهم الكريدي ديالهم، حتى جات البنكه هي زاتهم داتهم. ولا كان كيدخل اصحاب الرخص اللي كنا كارين الرخص ديال الحافلات كانوا كيدخلوا مالي الرخص كيدخلوا من الفيلا عند الاب ديالي. الاب ديالي مريض ما عقلش كتجي كتقول ليه سيني، فاش ما كيسينيش كيضربوه مسكين، حتى كيولي كيسيني هو راه ما عارفش مسكين ما عارفش علاش كيسيني، هو كيسيني على الفسخ ديال الرخص مع مولي الرخص كيسيني معاهم بالفسخ. كيسيني كتقول لهم راه انا اللي غنخلصكم ماشي هو، وكنقول لهم ديروا لي كونطرا انا، وكدير لهم معاهم كونطرا هي في سميتها هي، كيقولوا الرخص ديالها في سميتها هي، سته الرخص اللي حولات كاملين في سميتها. وخدات لهم الحافلات ديالهم، وواحد شي حافلات شي جوج حافلات في الكريدي، هما كانوا في الكريدي فاش داتهم لا ميزون كريدي داتهم ما كانوش كيتخلصوا لها الطريطات، مشات هي دفعات باش تشريهم هي، شاتهم بواحد الثمن بخس. هو داك الحافلات كيجيبوا ثمن خيالي وخداتهم ثمن بخس، ولاو تا هما ديالو، هما كان في اسم ديال الاب ديالي ولاو تا هما ديالها، وخدات اربعه الكيران وكل كره ما شحال كيساوي شي 150 مليون. هاد السيده منين جابت هاد الشيء؟ دابا عطيتيني مجموعه من النقط في الموضوع اللي شفتو نتوما من 2018 شنو اللي تغير؟ ما هو في علامات استفهام؟ غنمشي معاك سؤال جواب. عصام انت هو الابن الاول ديال بشعيب، شحال عندك من عام؟ عندي 51 عام. 51 عام، انت دخلتي لهذا المجال ديال التجاره معاه ديال الكيران، كنتي كتسوق انت الكار، دخلتي لهادشي، شحال دوزتي من سنه في هادشي؟ راه شي 32 سنه، 32 سنه. انا كنت كنسوق الكار، انا كنت كنسوق الكار عندي شي، هو خاصني نسوق الكار على 21 عام، وانا كنت كنسوق الكار على 20 عام. كان السائق مسكين كيبرك حدايا وكيعلمني كنسوق، وليت كنسوق، نهار دوز بيرمي كشديت البيرمي الوليد عطاني الكار نسوق الكار انا راسي، عاد كيخرج بيرمي من عند سياره التعليم قال لي شد الكار. السيد هذاك اللي كان خدام معايا قال لي خذ الكار، صافي هذا الكار ديال باك الوليد حولوا الكار اخر. العلاقه ديالك بالاب كيفاش كانت ديالك معاه؟ كانت بين الاب والابن، علاقه بين الاب والابن، علاقه طيبه بين الاب والابن. ما عمر كان عندك معاه شي اصطدام
تناقش معك في شي حاجه اعطيني. كاين بالاب والابن ديما كيكونوا اصطدام بين هذا، كيبغي يوريك اش دير، هذه كيعلمك، هذه ديما هذه ديما كيكونوا هذه الحيتيه ديما هذه. وكان الحمد لله اللي زعما مشينا في طريق زعما اللي مزيان، ماشي اللي ورانا الطريق ورانا الحرفه تعلمنا الصنعه. الله يعطيه صحيحته. بقى معايا نخرج معك مشاهدينا الكرام لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع. تناولنا كما قلت في التقديم الفيديو الاول والثاني والثالث اعتقد الرابع، وحنا بصدد الخامس. الحق لجميع الاطراف ان تناقشنا في الملف وتواصل معنا. ربطوا بينا عدد كبير من المغاربه اللي في المجال، اتصال اعطونا معطيات غادي ندرجوهم مع الاخوه، غادي نشوف معهم مجموعه من النقاط. كذلك كان واحد المساله اللي ربطوا بينا فيها الناس الاتصال، تيتكلموا تما انه كان عندك مشكل كبير انت مع الاب في شي مبلغ ديال 400 مليون تختلسات ليه من طرفك. شنو الجواب ديالك انت عيصه؟ 400 مليون الا ديتها غدا امام الله ما يسمحوش ليا. كيبقى الحق ديالك، كنا حقك تجاوب. حنا راه ما شوف، حنا دورنا ان الاسئله تطرح ندرجوها. ضروري. الا ديت شي حاجه من الاب ديالي غدا امام الله ما يسمحوش. يعني ما كاينش هذا الموضوع. انا كنقول لك غدا شو خوتي ولا الاب ديالي اللي ديت، الا ديت شي حاجه من عند الاب ديالي غدا امام الله ما يسمحوش ليا. وتزيدوا هما الاضافه انه هي باش درتي انت العقارات ودرتي لي زابارتومون في موقع استراتيجي في الدار البيضاء، وكذلك يعني الطاكسيات وهذا كلامهم. انا ما عندي لا طاكسي لا والو. هو الاخوي كاين الشقق الفارعه عندك؟ ما عنديش، عندي الشقه اللي كاينه اللي فيها انايا، وشقه صغيره كاريه هي اللي كاينه. يعني الكلام ما كاينش. ما عنديش انا راه شهاده الملكيه نجيب لك، عندي الشقه ساكن فيها وشقه كاريه اخويا. علاقتك طيبه بيه؟ عندي طيبه، وكاينين الشهود وكاينين، زعما ما كاينش. هو الاخ ديالي في جنبك خويا. شكرا ليك، غادي نشوف الموضوع كذلك مع فؤاد. تبعوا معايا فؤاد. فؤاد الاسئله الاولى جاوبتيني عليها فيما يخص كما كتشوفوها انتم اختلاسات اللي وقعت في 2018 مع الزوجه الثالثه اللي انت الابن ديالها. انشقيتي انت مساله انك عانيتي انت في الموضوع، قلتي تظلمت عانيت. كيفاش كانت العلاقه ديالك بالاب؟ العلاقه ديال الاب ديالي كانت معاه مزيانه، كان الحمد لله ما خصني حتى شي حاجه. عمرك كان عندك معاه شي نقاش؟ عمره ما كان عندي معاه شي نقاش. كيكونوا بعض الشنائان بعض، فهمتيني، مره ولكن عادي على الخدمه صافي، هادشي اللي كاين. ما كنتيش شي مره غادي تحرقوا بليسانس بواك انت؟ نعط الله وعليهم، نعط الله وعليهم. هذا عدد كبير من الناس كانوا تما تيشهدوا بهادشي هما اللي تيقولوا، انت لك الحق في الجواب. الا كان فهمتيني ولا لا، عندهم شي دليل يجيبوا لي دليل. كذلك انه كان حاضر الزوج ديال وحده في الخواتات ديالكم اللي هو في الميدان عنده الكيران وسخف بكثرت هذه الشناقه اللي كان عندك مع الاب، وكنتي غتحرقوا بليسانس انت. حبسوك الناس؟ لا ما كاينش هادشي. من اجل المال؟ لا ما كاينش، ما كاينش هادشي. نعط الله وعليهم. العلاقه ديالك بالام كي كانت؟ العلاقه الاول قبل ما التصدع. العلاقه ديال الام ديالي كانت قبل طيبه عاديه، الاحترام، الاحترام. ما ضربتيهاش شي مره؟ عمرني ما ضربت الوالده. هذا هذا الا ضربت راه غنمشي للحبس. راه فهمتيني الا ضربتي الوالدين راه كتمشي للحبس في البلاصه، راه في البلاصه شكايه كيدخلوها للكوميساريه، في البلاصه كيعتقلوك. السؤال الاخير اللي عندي معك، واش ما كتشوفش انه الولا بشي بحال البنكه، موضوع النقاش في المال سواء شنآن بين الزوجات؟ نعلم جيدا أن الضحية الأولى هي الزوجة الأولى بشهادة الجامعة، الثانية استفدت، الثالثة موضوع النقاش دابا لي الأم ديالك. الناس اللي في الميدان في المقربين تعطيوا هذه الإشكاليات أن الكل يبحث عن المال، حيت بشعيب دابا هو مريض مع الزوجة الثالثة. أنا معاك في هذه النقط اللي عطيتو بالأدلة. 2018 فقد شيئا من الأهلية من مورا داز البيع والشراء، هذاك إطار قانوني له ذوي الاختصاص، ولكن ما يشاع وما يتم تداول فيه في مقربين أنا مجبر ندرجهم في الأسئلة. علاقتك بشعيب أنت مزيانة؟ أنا علاقة بالوالد ديالي مزيانة، شرا لي بارت ما كاع. أنا كنت باقي عندي فهمتيني ولا كاين شي واحد غادي يضرب وعطيه شيك فيه فهمتيني فيه 30 مليون باش يشري بارت، ما هو اللي ضمني في الكريدي كاع في البنكة. واش راه لك ولا دار لك كريدي؟ لا عطاني 30 مليون وانا كنت جامع فهمتيني 20 مليون، هي 50 مليون دفعتها وبقات 32 مليون، هو اللي ضمني في الكريدي في البنكة وبقيت كنخلص الطريق. شكرا لك على الجواب ديالك. انا ما اللي كيوصلنا حنا مجبرين باش نطرحوه.
غادي نعطيك نفس السؤال. بغيتي تنجيب لك فهمتيني الشيك الفلان في هذيك الشيك اللي كان عمر لي قال الفوتوكوبي ديالو ولا شي حاجه نجيبه لك. مرحبا شكرا لك. نفس السؤال، كتشوفش انه مش عيب المال هو سبب التصدع في العائله من جميع الجوانب من غير هاد النقط ديال 2018 اللي دوينا؟ هذا موضوع ثاني. هاد الاشكاليات كما عطيتك انت بعض النقط اللي تقالت وبعض النقط اللي تقالت على الاخ، كيفاش كتشوف انت الامور؟ هو كل ما كانش المال قام يوصل لهذا الشيء. المال اللي دار لي مسكين هذا الشيء، هاد الثروه ديالو اللي دارت لي هذا الشيء، علاش هي شدات وسدات عليه؟ كل ما كان مسكين ما عندوش كون راه عادي ما كاينش مشكل معاه، ولكن المال ديالو مسكين اللي باش تضرب. من بعد الفيديو كاينين خطوات ايجابيه دارت، وانتم مقبلين الان ان شاء الله انكم غادي تمشيو للمنزل بقوه القانون قرار المحكمه باش تدخلوا عند الاب. هذا هو الجديد. قول لي كيف كاين جديد؟ كاين امر من المحكمه غنشوفوه عما قريب، غنشوفوا الاب ديالنا. غادي تنتقلوا لعندو المنزل. غنتقلوا عندو المنزل. نفس السؤال وكنقول لك على حساب هاد الناس اللي كيقول لك انا عندي عقارات ولا هادي. انا عندي عقار هادي في الكريدي، هادي مازال باقا في الكريدي، كنخلص فيها 3800 طريطه، 3800 درهم طريطه. انا نجيب لك كاع الوراق ونوريك الحجاج ديالها. 3800 درهم طريطه. صافي تتمشي. شكرا لك. نفس السؤال الاخير، مقبلين ان شاء الله تمشيو للاب بقرار ديال المحكمه، الاحساس ديالك في الموضوع كيفاش كتشوف؟ والاحساس ديالي لا يوصف، الحمد لله غنتمكنوا باش نشوفوا الوالد ديالنا وندخلوا عنده ونزوروه، ولا كانت خاصها شي حاجه راه غنجيبوها ليه، وهذا الشيء اللي كاين. كنتمنى لكم التوفيق وغادي نوافيوا الراي العام بالجريد في الموضوع. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا تناولنا القصه من جميع الجوانب، وكذلك نحن راه الاشاره للتواصل معنا في هذا الموضوع. ما يهمنا هو ان نقل الخبر بصدق وبامانه، مجموعه من النقط كتطرح طرجناها مع الاخوه ولهم الحق بطبيعه الحال باش يجاوبوا في الموضوع لتنوير الراي العام اكثر. فيما يخص المستجد الجديد في الموضوع انه المحامي ديالهم مشكور، وكذلك المحكمه والتفاعل ديالها مع الملف اللي جاهم امر من المحكمه باش يزوروا الاب ديالهم. مشاهدينا الكرام غادي نكونوا معهم ان شاء الله عن قرب، وغادي نوفيكم بعد اللقاء ديالهم بالاب. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.